كل مرة في الجزائر منذ الاستقلال يكون النوع هذا من المظاهرة العلمية المستوى العالي اللي يشارك فيها أطباء أخصائيين من الجمعية الأوروبية لجراحة الكلى والمسالك البولية من تركيا وألمانيا وأذربيجان. هذه الدروس مهمة جدا. هذه هي دروس خاصة بالمسالك البولية. بعد الانتهاء منها نبدأ مرحلة الجراحة بالمنظار، وهي تقنية هامة في جراحة الكلى، ويجب أن نخصص لها 4 مراحل: نظرية وباستعمال الفيديو، وأخرى بمنصات التدريب، ثم نمر إلى مرحلة الجراحة الحية. Live surgery. إذن يكونوا فينا في هذه التقنية الجديدة للجراحة بالمنظار ومستوى رفيع الحمد لله. هذه اللقاءات يعني راح يعني يعاونونا في ليشونج ديكسبيريونس والتجارب يعني ما بيناتنا، ولتطوير يعني الجراحة بالمنظار خاصة في مجال الكلى والمسالك البولية.